بعد 6 أيام من الجهود المضنية من قبل أمانة العاصمة ووزارة الأشغال والدفاع المدني والأهالي والزملاء، تم اليوم انتشال جثمان الشهيد الزميل منير الحكيمي المخرج التلفزيوني في قناة اليمن الفضائية، الذي استهدف هو وأسرته من قبل طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم. إلى التفاصيل. هذا هو منزل المخرج منير الحكيمي بعد أن سوت صواريخ حقد العدو السعودي منزله بالأرض. وفي هذا المكان بالتحديد يستمر البحث عن جثمان الشهيد المخرج في قناة اليمن الفضائية منير الحكيمي وصد كل ذلك الركام. توثق كاميرا القناة اللحظة أولا بأول. قمنا بالهدم وكما ترون تم البحث في الغرفة. يا حبذا توجه الكاميرا. هذه طبعا المجلس وجواره الصالة الذي تم العثور على الأطفال وزوجة المرحوم، وكذلك غرفة النوم تم البحث فيها، والآن بقي معنا المدخل المنزل وكذلك بيت الدرج الذي هو المدخل الشقة نفسها. فيتم البحث الآن هنا، ثم نعود إذا ما حصلنا سبحان الله بنرجع نهدم من جديد وندور في بيت الدرج، وأمرهم إلى الله. سبعة أيام بلياليها ظلت جثة الشهيد الزميل منير الحكيمي تحت أنقاض منزله. ظل البحث مستمرا على مدار الساعة، لم يكل فيها المواطن والجهات المعنية، ولم تتوقف معدات وزارة الأشغال العامة ساعة يسابقون الوقت لانتشال جثمان الشهيد. وبعد 150 ساعة حبست فيها الأنفاس وضاقت فيها القلوب من هول الفاجعة، تكللت تلك الجهود المضنية بإخراج جثمان الزميل الحكيمي من تحت الأنقاض في حالة جيدة وسليمة. وجدناه اليوم بعد 6 أيام من البحث في غرفة النوم، وجدنا جثة الزميل منير الحكيمي. الحمد لله رغم مرور 6 أيام إلا أن الجثة ما زالت باقية كما هي. تم توصيلها اليوم إلى ثلاجة السفير الجمهوري، وغدا بإذن الله سيتم الدفن الجثث الخمس الأسرة كاملة. جريمة كبرى أن تباد أسرة بالكامل، أسرة الإعلامي منير الحكيمي وزوجته الشهيدة سعاد حجيرة. البحث عن جثمان الشهيد منير الحكيمي كان كمن يبحث عن إبرة وسط كومة من القش. ساعدت جهود المواطنين وزملاء الشهيد والجهات المعنية الممثلة برجال الدفاع المدني وأمانة العاصمة والأشغال العامة التي لم تهدأ محركاتها عن الدوران حتى انتشاله. شكرا جزيلا للدفاع المدني الذي قام بواجبه، شكرا جزيلا لأمانة العاصمة، شكرا لأمين العاصمة زارنا أكثر مرة، وكيل قطاع الإنشاءات أيضا وليد راسع زارنا أكثر مرة، شكرا للزملاء كلهم الذين زارونا، شكر خاص للزميل الأخ عبد الباري ربيد نائب مدير عمليات العاصمة الذي تواجد معنا على مدار الساعة على مدار 6 أيام ووفر لنا كل الاحتياجات من معدات وآليات وديزل حتى تم انتشال اليوم الجثة. وهذا الشكر ايضا للقيادة الاعلامية الاخ عبد الرحمن العابد، قيادة المؤسسة ايضا ما قصروا اليوم تواصلوا معنا وامس زارونا الموقع، شكرا جزيلا لكل الزملاء. استشهد الزميل منير الحكيمي وزوجته وابنائهما وسمي منزلهم بالارض. حاول العدو طمس اعماله المتناثرة حول منزله ولكنه لم يستطع طمسها من ذاكرة الاجيال، فاعماله الدرامية تاريخ واستشهاده كان تاريخا بحد ذاته، شاهدا على بشاعة هذا العدو وإجرامه. عماد النجار، الفضائية اليمنية.